السلام عليكم. فترة الريبة هي الفترة ما بين توقف التاجر عن سداد ديونه إلى تاريخ إعلان إفلاسه من المحكمة. كل التصرفات التي تتم في هذه الفترة يجوز للدائنين الطعن عليها بالإبطال، كل ذلك لحماية الدائنين من تصرفات المدين الذي يرغب في التهرب من سداد هذه المديونيات فيتصرف في أمواله. مثل هذه الفترة أيضا فترة أو تصرفات المريض في فترة مرض الموت.